السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، نحييكم من فضائية الخرطوم ونرحب بكم إلى المشهد الإخباري في مستهله عناوين الأخبار. وللخرطوم يتفقد الوحدات الإدارية للإمارات والرياض والطائف ويوجه بترقية الخدمات. وزير التربية والتعليم يؤكد استقرار العملية التعليمية بالبلاد ويدعو للعودة للبرامج والمناشط المدرسية. هيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم تواصل أعمال الصيانة والتأهيل والسفلة بمحلية الخرطوم بحري. قام والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة بزيارة ميدانية للوحدات الإدارية، حيث شملت وحدتي العمارات والرياض والطائف الإداريتين. وأقر الوالي بقصور أداء الوحدات الإدارية بالمحليات مما أثر سلبا على تدهور الخدمات، وحدد أولويات الإدارية أولويات حكومته ممثلة في بسط هيبة الدولة ومحاربة التفلتات الأمنية والاهتمام بمعاش الناس وتوفير الخدمات الضرورية. طالب الوالي الوحدات الإدارية بممارسة سلطاتها وفق القانون للحد من انتشار الظواهر السالبة كأحد إفرازات الأنشطة التجارية العشوائية التي صارت من أكبر المهددات الأمنية. كذلك وجه الوالي بإشراك لجان الخدمات والتغيير لتوفير المعلومات ورصد التحركات المريبة داخل الأحياء والميادين. ودعا والي الخرطوم إلى معالجة القصور في الخدمات، وقال يجب أن يعود تحصيل الرسوم كخدمات لدافعيها. حدد الوالي شهرا واحدا لوحدتي الرياض والعمارات لإحداث تغيير في الأحياء السكنية لمعالجة تكدس النفايات وتشغيل أعمدة الإنارة وإزالة التشوهات البصرية. اليوم بدأنا طواف على الوحدتين ديل في محلية الخرطوم. استمعنا إلى تقارير أداء، أصدرنا بعض التوجيهات. التركيز كان بشكل أكثر على المهددات الأمنية وتجفيف منابع الجريمة ومواقع الخلل الأمني. وكما تعلمون مؤخرا صدرت توجيهات من السيد رئيس مجلس السيادة وتنزلت للولايات أن يكون هناك مجهود كبير في مكافحة المخدرات. نحن أنشأنا مجلس لمكافحة المخدرات، والآن هذه المواقع الوحدات الزرناها في هذا الجزء من الخرطوم توجد فيها بعض الظواهر من شأنها أنه تصنف مناطق تعاطي أو مناطق ترويج. فلذلك نحن ناقشنا الأعمال الوقائية مع الوحدة الإدارية، سواء كان في الرواكيب الموجودة في الطرقات أو ما يعرف بالكافيهات أو المطاعم الكبيرة التي توجد شبهات حول قيامها ب يعني هذه الأشياء. نحن وجهنا وحداتنا الإدارية إنه يقوموا بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الحكم المحلي ومنشور تأسيس الوحدات الإدارية، في تنظيم النشاط التجاري، في تنظيم العرض، في إصدار التراخيص لهذه المواقع. كما أشار والي الخرطوم إلى القرارات التي صدرت بتكثيف الحملات الأمنية بمشاركة القوات النظامية لضبط التفلتات ومحاربة ترويج وتعاطي المخدرات. حقيقة الحملات المستهدفة المخدرات بدأت أمس عقب توجيهات السيد رئيس مجلس السيادة. بدأت هذه الحملات، وحملة كبيرة بدأت بشارع النيل، وإن شاء الله ستنتظم هذه الحملات كل أرجاء الولاية. نحن نشيد بالإخوة في الشرطة والقوات المشتركة كلها المساندة والمشاركة في هذه الحملات. ده كله في خطة الولاية للعام 2023، ودي إن شاء الله هتجد متابعة دقيقة منا
ووجهنا أجهزتنا كلها أن تكون فاعلة في هذا الجانب. أكد وزير التربية والتعليم محمود سر الخاتم الحوري استقرار العملية التعليمية بالبلاد، جاء ذلك خلال تشريفه احتفالات إدارة الشؤون التعليمية بقطاع الخرطوم غرب والشجرة بأعياد الاستقلال بالذكرى 67 بمدرسة الرميلة المزدوجة بنات. قال الحوري إن ذكرى الاستقلال تؤكد عظمة وبسالة الرعيل الأول داعيا للمحافظة على وحدة وأمن واستقرار البلاد. وكشف وزير التربية والتعليم عن أن الشباب والطلاب أصبحوا مهددين اليوم باستهداف ممنهج بظاهرة المخدرات. دعا سر الخاتم للعودة للبرامج والنشاطات المدرسية موضحا أن ذلك سيغطي فراغ الطلاب وعدم تعاطي المخدرات، وطالب الجهات الحكومية والمعلمين والأسر بمحاربة المخدرات وجعل البلاد خالية منها. ومن جهتها أكدت مساعد المدير الإداري لتعليم محلية الخرطوم عفاف محمد النور استعداد القطاع لامتحانات الفترة الأولى للعام 2022-2023 بكافة المدارس الابتدائية والمتوسطة. العملية التعليمية عندنا هنا في قطاع الشجرة وغرب بتسير بصورة ممتازة جدا جدا، ما عندنا توقف، ما يعني المدارس ماشية بكامل قوتها وبكامل دفعها، وهسي نحن الآن بنستعد لامتحانات الفترة الأولى في القطاع حقي في المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة. موقفنا ممتاز جدا جدا، إداراتنا واقفة خلف. أتمنى أن نحتفل في العام القادم وأن تكون بلادنا خالية من المخدرات، لأن هنالك خطر داهم ممثل ضد هذا السودان، ألا وهي المخدرات التي بدأت تنتشر أوساط الطلبة والطالب. نتمنى من الأسر، نتمنى من المعلمين، من المعلمات أن ينتبهوا إلى أبنائهم، أن ينتبهوا إلى بناتهم، إلى هذا الخطر الداهم، خطر المخدرات الذي بدأ يتركز في بلادنا بصورة ويتفشى بصورة رهيبة. نتمنى من المولى عز وجل أن يبعد عنا هذا الوباء بإذن الله، وأن يعيش سوداننا في أمان وفي سلام، ونرتفع ببلادنا عالية بإذن الله. في ذات السياق أكد الدكتور بابكر علي يحيى مدير الإدارة العامة للمناشط المدرسية بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، أكد جاهزية المنتخبات المشاركة على مستوى مدارس الولاية في الدورة المدرسية الأفريقية في مطلع شهر فبراير القادم، وأشار إلى إقامة معسكر إعدادي للمنتخبات المشاركة. هذا الاحتفال واحد من الاحتفالات الكبيرة الدرجة لدرجة عمل الأنشطة المدرسية أن تعد لها العدة في كل محليات ولايات الخرطوم ومدارسنا المختلفة، حتى ينتمي طلابنا لهذا الوطن الكبير ويحيوا هذه الذكرى العطرة. وهذه السانحة ننتهز هذه الفرصة، نحيي الرعيل الأول من صناع الاستغلال في بلادي. واصلت ولاية الخرطوم التوسع في منافذ البيع المخفض بمواقع العمل بإضافة سلع جديدة، حيث دشن الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم بيع اللحوم والسلع الجافة بأمانة الحكومة بواقع 2000 جنيه لكيلو العجال، بالإضافة إلى السلع الأخرى بسعر المصنع. وجه الأمين العام بفتح نافذة مباشرة للمواطنين عامة وعبر الطريق، مؤكدا أن البيع المخفض لن يكون حكرا على الموظفين وإنما متاحا للعامة. واعتمدت موازنة الولاية للعام 23 و2000 مبالغ مقدرة لدعم الإنتاج لصالح توفير قوت العاملين. وتجري مشاورات عبر شركة الخرطوم للأمن الغذائي وصندوق دعم الزراعة والثروة الحيوانية والري لعمل شراكة مع المنتجين وأصحاب الصناعات لتوفير السلع لمراكز البيع المخفض، فضلا عن سلة قوت العاملين التي توفر لهم بأقساط مريحة. وصلت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم
وأصلت أعمال الصيانة والتأهيل والسفلة بشارع عبد الله الجماع بمحلية الخرطوم بحر الرابط بين جسر الحلفاية مرورا بالمزارع وحتى موقف شندي، وذلك بحضور المهندس مختار عمر صابر وعدد من الإدارات بالهيئة، ذلك بطول 4.5 كيلومتر بعد أن اكتملت كل الأعمال التحضيرية. وأكد صابر بأن هناك عمل مستمر في عدد من الطرق بالمركز والأطراف التي شهدت تصدعا وعاقت حركة المرور، وقال إن الولاية وخلال العام المنصرم وسعت في الأعمال الأسفلتية إضافة لإنشاء عدد من الطرق داعيا المواطنين للتجاوب مع هذه الأعمال وصولا لطرق مهيئة. وقف المدير التنفيذي لمحلية أم درمان الأستاذ فيصل حسن طنبل على الأعمال الجارية في مشروعات التنمية والخدمات والترتيب لوضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاحها في الأيام المقبلة تزامنا مع احتفالات المحلية بالذكرى 67 لأعياد الاستقلال. يا ذلك خلال زيارتي الميدانية لمقر وحدة صالحة الجديدة بجانب مدرسة قرية حي العرب بالريف الجنوبي لأم درمان برفقة مدير إدارة التنمية بالمحلية عبد الحكم عبد الخالق التوم والمهندسين ومنسق وحدة صالحة الإدارية وأعيان أهالي قرية حي العرب بالريف الجنوبي لأم درمان، طلب المدير التنفيذي المهندسين بضرورة الإسراع في تكملة أعمال البناء في وحدة صالحة الجديدة في أقرب وقت ممكن مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية. وصل الدكتور محمد عيسى عليو نائب حاكم إقليم دارفور وصل إلى ولاية وسط دارفور، وكان في استقباله بمطار الفرقة 21 مشاة والي وسط دارفور المكلف سعد آدم بابكر وأعضاء حكومته وعدد من قيادات الإدارة الأهلية، وأطلع عليه فور وصوله على مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال الاجتماع المشترك للجنة أمن الولاية ومجلس الوزراء. ومن خلال التقرير المفصل الذي قدمه والي وسط دارفور المكلف أوضح عليه أن الزيارة تهدف للاطمئنان على أحوال الولاية عقب الأحداث الأخيرة. والحقيقة طمننا تماما على أن المشكلة الأخيرة التي وقعت في سوق مرين انتهت بسلام، وحقيقة حصل يعني تصالح سريع جدا، لأن المشكلة أصلا عارضة ليست لها علاقة بأي جهوية أو قبلية. ونحن برضو عكسنا له أبعاد هذه المشكلة، وفي نفس الوقت عكسنا له الجهود البذلت، وعكسنا أيضا برضو زيارة نائب رئيس مجلس السيادة سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو لينا قبل يومين، ونحن حقيقة عكسنا له الجهود البذلت في احتواء هذه المشكلة، وبرضو عكسنا له الجهود البذلت من القوات الدعم الكبير وجدناه من القوات النظامية سواء كان في الدعم السريع أو في القوات المسلحة السودانية، وكل الناس عملت مع بعض لاحتواء هذه المشكلة. في ختام الأخبار مشاهدين الكرام نذكر بالعناوين. والي الخرطوم يتفقد الوحدات الإدارية للعمارات والرياض والطائف ويوجه بترقية الخدمات. وزير التربية والتعليم يؤكد استقرار العملية التعليمية بالبلاد ويدعو للعودة للبرامج والمناشط المدرسية. هيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم تواصل أعمال الصيانة والتأهيل والسفلة بمحلية الخرطوم بحري. نأتي بهذا مشاهدينا الكرام إلى نهاية الأخبار قدمناها من فضائية الخرطوم، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله.